صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 59 لسنه 2021 بتشكيل مجلس امناء مجلس التعليم العالي جاء فيه الماده الاولى يشكل مجلس امناء مجلس التعليم العالي برئاسه الدكتور ماجد بن علي النعيمي وعضويه كل من الدكتوره الشيخه رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفه نائبا للرئيس الشيخ محمد بن عيسى بن محمد الخليفه السيد خالد ابراهيم حميدان الدكتور خالد عبد الرحمن العهلي السيد حسين محمد رجب السيد يوسف عبد الحسين خلف السيده فاطمه جعفر الصيرفي السيد نبراس محمد علي طالب الدكتور طارق محمد السندي الدكتوره مريم مصطفى محمد وتكون مده عضويتهم في المجلس اربع سنوات قابله للتجديد